وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال، وجه الرئيس السيسي بإنشاء مركز تدريبي متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، فضلا عن استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل. كما وجه الرئيس السيسي بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر. إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغب العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي. استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات. قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية. استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن. تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.